يعني مما عمت به البلوى هذه الايام ان احنا عندنا المنافع بتاعت البيت عباره عن مطبخ وحمام، والحمام فيه الدش وفيه الحوض وفيه ايه؟ المكان قضاء الحاجه. فانت تعمل ايه؟ اذا كان الحمام بلدي، اذا كان حمام بلدي هات ميه ورشها حوالين القعده كويس جدا حتى تطمئن ان شيئا من النجاسه ليس حواليك. ولو اتيت بطبق وحطيته على العين بحيث يبقى كل ملامح النجاسه انتهت بهذا خير وبركه. اذا كان الحمام افرنجي تقوم منزل الغطاء على الايه؟ على القعده. احنا في سكن طلاب ومن مظاهر السكن الطلابي هو افساد المرافق. الحنفيات مفكوكه، دورة الميه مفسخه، لان لما بيجي يقعد ما بيقعدش بيقوم طالع فوق القعده فبتترج. واخد بالك ازاي؟ صاملها اتفكت. كله كده، كله مفكك كده. وده من سوء الاستخدام. نزل غطاء. ما فيش غطاء، هات بلاستيكية حطها على الايه؟ على القعدة وتوضى وشطف كله تمام. إن شاء الله. اللهم حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.